اهلا بيكم في حلقه جديده من فطارك عندنا. النهارده مش فطار، النهارده حاجه حلوه. خلاص بقى كفايه بقى الاكلات الرمضانيه، خلاص داخلين بقى على العيد والكحك والغريبه والحاجات دي. طيب علشان حلقه مسكره وحلوه كده ورقيقه، فانا معايا ضيفه قمر اسراء رغد. ازيك يا اسراء؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الاخبار عامله ايه؟ انا مبسوطه قوي انت في حلقتك، في كحك وغريبه بدل بقى البصل والثوم والحاجات أيوة دي. ايوه بجد انا مبسوطه قوي والله. انا مبسوطه قوي بجد ان انت معايا النهارده. هنعمل كحك وغريبه بطريقه سهله قوي لذيذه، ونقعد نرغي مع بعض شويه. ماشي يلا بينا. قولي الاول، ايه اخبار رمضان معاكي؟ والله رمضان السنه دي مش حاسه بفايبس قوي، يعني مش عارفه ليه، بس مش حاسه، يمكن عشان الاحداث. أكيد. بس الاجواء العائليه والحاجات دي، يعني انا بحب الشهر ده قوي عشان عارفه كلنا بنخلص شغل بدري، فبنروح بدري بنقعد مع بعض. الاجواء دي بجد بحبها قوي، دي احلى حاجه. فمبسوطه بصراحه. طيب انت تعرفي تعملي حلويات ولا لا؟ بصي انا جربت، عملت كحك مره واحده في حياتي، وعينك ما تشوف الا النور يعني. اوكي هتفرج عليكي، انا جايه اخد تيبس اند تريكس. صح ماشي. هقول لك دلوقتي، خليني الاول اقول لكم مقادير الكحك. دقيق طبعا، وسمنه بلدي، لازم سمنه بلدي بقى كده تبقى حاجه حلوه وتقيله كده. عندي خميره، وعندي ريحه الكحك. عارفه ريحه الكحك اللي بتتحط على الكحك عشان تدي ريحه؟ أيوة. تقريبا يعني. أيوة. اول بحثتي ما اعرفش. لا ومعايا سمسم، ومعايا لبن، ده بالنسبه للكحك. وطبعا معايا اللي هي اللي بتنقش الكحك دي عشان ايه، يبقى كحك اصيل، مصري اصيل. وهنعمل بقى جوه الكحك، هنعمل شويه ساده وشويه بالعجوه او بالتمر او يعني زي ما تقولوا بقى براحتكم. معايا هنا عجوه، ومعايا سمنه بلدي برده، هسيحهم مع بعض كده واحط عليهم شويه عين جمل كده بقى، يعني حشوه خطيره. ده بالنسبه للكحك. بالنسبه للغريبه، معايا دقيق، ومعايا سكر باودر، ومعايا برده سمنه بلدي وزيت وفانيليا. بس كده مقادير الكحك والغريبه خلصت. فبما اننا خلصنا مقادير، وهنبدا بقى كده دلوقتي هسيح الزبده عشان في بوله كبيره ناخد كل ده مع بعض. ايه علاقتك بالمطبخ بقى؟ علاقه توكسيك ريليشن شيب جدا. يعني انا بخش المطبخ اخد، فاهمه، كوبايه ميه، عارفه اللي هو بجد طبق جاهز، لكن اعمل أوكي. حاجه دي مستحيل. ما جربتش قبل كده اخد مصلحه واطلع؟ لا ما ماليش خلق خالص على المطبخ. او يمكن عشان ما، يعني انا مامتي من الستات اللي هي عارفه لو حد دخل معاها المطبخ وهي بتعمل حاجه وباظت انت السبب. طبعا انت اللي وترتني. فيمكن عشان كده، بس انا لا ما بدخلش المطبخ خالص. بس بحب الاكل وبستمتع بيه، فاهمه؟ يعني ممكن ابقى بجد قاعده متقدره جدا عشان جعانه، وممكن اصدع واريف زي ما احنا حاسين دلوقتي كده. صح بالظبط. نفس اللي احنا حاسينه. بس بحب المطبخ، يعني بحب القعده في المطبخ زي القعده كده، القعده حد بيطبخ وانا قاعده بسليه. ايوه. طب قولي لي بقى، انت كونتنت كريتر خطيره حبيبتي. انا بحب الفيديو بتاعتك قوي، بستفيد منك كتير. فقولي لي بقى، يعني بداتي ازاي على السوشيال ميديا؟ ايه احكي لي. هقول لك، انا اصلا من الناس اللي كنت بشوف السوشيال ميديا دي حاجه تافهه جدا وبتاع. أوكي. وبدات الموضوع هزار ايام الكورونا، كلنا ده كلنا. أوه. يعني مش انا بس. وبعد كده لما ابتديت اتابع ناس صراحه، يعني ناس مؤثرين بره مصر، لبنانيين، انت اكيد عارفه اسامي كتيره. فلقيت ان انا لا بجد انا بستفاد قوي، ومعلوماتي يعني الافق بتاعي بيوسع قوي. احنا اصل احنا ايه، معلوماتنا ايه؟ من صحابنا، جيراننا، اهالينا. هي نفس السيركل، ده بيقول ده بيقول ده بيقول ده. عارفه مثلا اكنك رايحه تتجوزي فور اكزامبل، فبتدوري على عفش، ده انا جبت عفشي من محل الفوليت ده تحفه. ايوه. وبتبقي فاكره ان دي فعلا احلى حاجه في الدنيا، بس بيطلع انه لا، في حاجات ثانيه انت ما تعرفيهاش، والسيركل بتاعتك ما تعرفيهاش، سيركل ضيقه، فانت شايفه اللي جواها بس. بالظبط. فانا حسيت ان السوشيال ميديا لا، انا بقيت انا غيرت شعري. انا شعري ما كانش كده خالص، اطولته وتقلته، انا بجد انا غيرت كومبليتلي شكلي. عشان فهمت، يعني لقيت ناس شبهي، فبقيت اشوف هم بيعملوا ايه، بقيت اتعلم منهم. ومش بس في الجمال او كده، في صحتي النفسيه، في كل، يعني بجد بقى عندنا اويرنس في حاجات كتير قوي. صح. والكونتنت كريترز احلى حاجه ان هم كلهم مختلفين. فحد هيفيدك في الفاشن، حد هيفيدك في الطبخ، حد هيفيدك. أيوة. في الصحه النفسيه. يعني انا ما كانش عندي كونسبت ان انا مثلا اروح ثيرابي خالص، كان بالنسبه لي ما اعرفش اصلا الدكاتره النفسيين بيبقوا فين، بيبقوا في المستشفيات عادي ولا ليهم مقر لوحدي؟ والله بجد عشان احنا طول حياتنا بنسمع عن الدكاتره النفسيين دول، لكن لما اشوف حد طلع بيقول ايوه انا بروح ثيرابي سيشن وبروح جروب ثيرابي، فالموضوع بقى متعارف عليه، فاللي هو ايه، طب ما اجرب. صح. فلا يعني دخلت حياتي حاجات كثيره. انا شخصيا I was influenced by many people،
فحسيت ان هو طب ما انا كمان عندي معلومات، طب ما ممكن يبقى حد مش عارفها. فابتديت مثلا اقول tips and tricks في حاجه، الاقي الكومنتس كلها ايه ده شكرا بجد انا اتعلمت من، اقول ايه ده دي حاجه بالنسبه لي حاجه بديهيه جدا، بس من بالنسبه لغيري عشان هو جاي من باك جراوند ثانيه، من كوميونتي ثانيه، من حته ثانيه، بجد بالنسبه له لا حاجه جديده. ايوه جاي من سيركل ضيقه او سيركل صغيره، فلما بدا يتوسع بدا يشوف حاجات ثانيه. بالظبط، فحبيت احلى حاجه جدا بجد، دي احلى حاجه. وبشوف ان هي بجد البني ادم لازم يستغلها صح، فانه فعلا ياثر، يبقى حتى لو على فكره حتى لو تاثير بسيط انه محتوى بتاعه انترتيننج. انا ساعات بتسحل ببقى بجد متضايقه ومخنوقه، اتفرج على حد مثلا بيعمل مقالب بيضحك دمها خفيف بجد بتبسط. ايوه فانا طبعاً. بحس ان كل اي نوع محتوى على السوشيال ميديا هو مهم. انا شايفه كده، وشايفه ان زي ما انت بتقولي الناس تستغله صح. يعني زمان السوشيال ميديا دي انا مش عارفه ازاي كنا عايشين من غيرها. دي حقيقة. بس مش درجة ادمان، يعني انا بحب السوشيال ميديا زي ما انت بتقولي ان احنا نبقى مؤثرين بجد. أيوة. مش اللي هو انت طالعه بنزل صوري ما بقولش حاجه مفيده. بالظبط. بحس على قد ما نقدر ان احنا طالما احنا عندنا عدد فولورز كويس لازم دورنا دايما نبقى عندنا معلومه مهمه نقولها. دي مسؤوليه حاجة في الاخر وفي الاول. طبعا مسؤوليه. طب هو لسه المجتمع مش متعرف عليها قوي، مش متعرف عليها وبيخافوا منهم لسه، يعني لسه لو انفلونسر لا او بلوجر بتقول ريفيو عن حاجه لا انا مش هثق فيها. ما عشان انا لسه كنت بقول لك ايه، لازم الواحد يستغلها صح ويبقى قد المسؤوليه. صح، ده اللي كان قصدي عليه، انه في ناس يعني بتشوف ان هي مش مسؤوليه، وده يعني بيبقى يعني انعدام ضمير شويه وهيتحاسبوا عليه. طبعا يعني دي بجد مسؤوليه، لان ناس كتير قوي بتسمع الكلام، وانا منهم. يعني انا لما بشوف مثلا حد معين انا شايفه ان شعرها بجد اتغير، شايفه الرحله بتاعتها وكده، خلاص اي برودكت تقول عليه بجد بروح استخدمه واجربه، وممكن ينفع معايا وممكن لا، بس خلاص انا ببقى عارفه ان البني ادمه دي صادقه. تخيلي بقى يبقى كل ده اصلا، بس هو اي وسط كده، في الحلو في الوحش، يعني حتى الطب الهندسه طبعا يعني كله. ف بس هي عشان حاجه جديده، حاجه جديده، فالناس لسه لسه مش واخدين عليها قوي. لو هناخد عليها شويه بقى كده نبقى نصف فيكم بقى. ايوه. طب بما انك جبت سيره هندسه، انت اصلا خريجه هندسه صح؟ أيوة. هندسه مدني. ايوه. ايه ده بقى، ايه التحول الرهيب ده من هندسه للسوشيال ميديا؟ انا اصلا دخلت هندسه، انا بصي انا عندي معتقدات كده، او انا شخصيتي غريبه شويه، ان انا اي حاجه صعبه بالنسبه لي بشوفها لا تحدي، طب انا هخشها. أوكي. حتى لو انا مش عايزاها. يعني كان بالنسبه لي دايما الكوميونتي بيشوف ان البنت الحلوه هي غبيه، او ان هي ما ينفعش تبقى حاجه جامده. ايوه اللي هو حتى انا في الجامعه كان دايما يقول لي ايه ده انت هندسه، اللي هو طب الله، هو المهندس بيبان عليه ولا يعني مش فاهم، اكتب على قرتي ان انا مهندس، فاهمه؟ فدايما البنت الحلوه دي على طول بقى مهتمه بنفسها وبتاع، اكيد ما بتذاكرش، اكيد مش واحده دحيحه وكده. بس بالعكس، انا مخلصه قبل دفعتي، يعني مخلصه هندسه في 4 سنين، اخر سنه واخدها بروجكت بس. فانا برافو عليك، يعني انا شخص منجز جدا، بس انا بقى تكلميني من جوايا مش حابه جدا خالص بجد. يعني اشتغلت فتره مدني كمهندسه مدني، لا ما حبيتش الفيلد وما حبيتش طريقه التعامل وكده. ايه اللي ما حبيتيهوش في الشغل عموما؟ الانفايرمنت نفسها قاسيه جدا. اوكي. يعني انت بتبقي في موقع ممكن بجد تبقي لابسه جزمه سيفتي، بس عادي ممكن يخش مسمار في رجلك عادي جدا، حاجه تقع عليكي، شده تقع عليكي. اوكي. فعلى ايه يعني، فاهمه؟ لا خليها يعني على السوشيال ميديا. واضح ان الناس اللي كانوا بيقولوا كده كان عندهم وجهه نظر. ايوه صح. هم صح. يعني انا كنت صغيره ساعتها كنت بجد شايفاها تحدي، اللي هو لا طب انا عايزه اخش بقى واخش مدني، فاهمه؟ وتخشي وتنجحي. يعني ما اعرفش بتحدى مين، يعني كسبت انا ايه بجد مش عارفه. مش عارفه، انا شايفه ان انت فكره الاكسبيرينس عموما حتى لو مش هتشتغلي بيها، يعني ان انت تبقي دخلتي هندسه مدني لا طبعا اي حاجه صعبه بتدرسيها. انا بصي انا مع العلم جدا. ان شاء الله تتعلمي اي حاجه. انا دلوقتي باخد كلاسس بيانو. اوكي. وانا كبيره في السن، يعني ملهاش علاقه. ملهاش علاقه، بس صعب. البيانو عامه بيبقى عايز من وانت صغيره. اتعلمت الفروسيه من وانا كبيره. اوكي. بحس ان اي حاجه فيها علام، اي حاجه هتضيف لك، دي حاجه مهمه وبتوسع افقك وبتوسع دماغك، واي حاجه بعديها بتبقى سهله قوي. صح. يعني لما خرجت من هندسه اشتغلت في الماركتنج، كان بالنسبه لي ايه اللي احنا بنعمله ده، اللي هو طبعا قمه السهوله. كنت اكاونت مانجر، وكنت بي ار مانجر برضه، يعني حسيت ان التايتل جات لي كده، يعني لو في هندسه هقعد سنين طبعا عشان ابقى حاجه. طبعا الموضوع صعب، فعشان انا خدت الصعب، فبالنسبه لي ده سهل. انا كنت بسهر، كنت بطبق. انا كليتي كانت الكليه الوحيده اللي في الجامعه اللي بتقعد لحد 2 الفجر و3 الفجر
فاتحه وفي معيدين و... انا عشان عارفين ان الطلبه سهرانين بيرسموا لا لا الموضوع صعب قوي، الموضوع بجد صعب يعني. انا ما اتخيلش نفسي اصلا. هي اي كليه عمليه بتبقى صعبه يعني، مش هندسه بس، طب برضو، صيدله، وانت لما بتاخدي الصعب بجد اي حاجه نظري مثلا بتاع بتبقى اسهل. عشان كده انا مقتنعه ان البني ادم يعيش طول حياته بيتعلم، صح، ايا كان ايه، مش لازم ورقه وقلم وكده، حتى كورسز اونلاين اتعلم لغه طبعا، ده بيفرق جدا جدا في الشخصيه يعني. كانت شخصيتي حاجه تانية خالص، ولسه في تطور يعني، لسه بحاول اطور من نفسي، اشتغل على نفسي كتير قوي، فمهم قوي بجد ان انت تقعدي تطوري. والله برافو عليكي بجد، دي حاجه مهمه قوي فعلا، وليكي ولولادك كمان، لما تبقي مش مجرد لو اتجوزتي وخلفتي وخلاص، لا انت ست مثقفه بجد يعني. فانت بتديهم الثقافه اللي عندك دي، تديها لهم فبيطلعوا زيك. ايوه، ومش على فكره كلمه مثقفه دي ناس دايما بتربطها ان هي حاجه لازم تبقى اتكلم في الفيزياء مثلا. لا، انا ممكن ابقى مثقفه دينيا مثلا، ممكن يبقى عندي معلومات دينية، ممكن ابقى باخد دروس دينيه، صح؟ دي حاجه برده مهمه جدا لازم تبقى في حياه كل الناس طبعا يعني. بحس ان دي، لا، العلم بصراحه كده كده بيفيد، العلم ده غذاء يعني بجد الانسان يعني. يعني بصراحه عندك حق، انا بالنسبه لي طول الوقت دايما بحس ان انا، لا انا لو قاعده كده مش بقرا حاجه جديده، مش بفكر نفسي حاجه جديده، بحس ان هو ايه ده، انا حاسه انا يعني ماليش لازمه، مخك بيبقى محدود يعني. انت عارفه انا طول عمري مقتنعه ان انا ما بحبش القرايه، عشان النوفلز اللي كنا بناخدها في المدرسه والحاجات دي، الكتاب كان بيبقى قد كده والكلام صغير، وانا اكتشفت مؤخرا ان انا اي دي اتش دي، فانا ما ينفعنيش خالص الكتب دي. اوكي، مع ان انا بقى مثلا بفتح حاجات وبتفرج على بودكاست، بتفرج على دكاتره بيتكلموا، اكتشفت بقى نفسي يعني، عرفت انا ايه، وبقيت اجيب الكتب، انه لا انا مش بكره القرايه، انا بكره شكل الكتب ده وبزهق، وعندي بيبقى عندي فرط حركه، وانا قاعده بقرا فما بعرفش اركز في حاجه يعني. مثلا وانا بتكلم معاكي انا بجد مركزه جدا بجد انا هموت انا مركزه مع الصالين، انت مش فاهمه فاهمه يعني، ببقى دماغي مسحولة في كذا حاجة، فاكتشفت انه لا انا ببقى عايزة بس اقرأ كتب بتبقى الكلام فيها بعيد عن بعض شوية، بحيث ان انا اسرح في الورقة اركز بجد في اللي انا بقرأه، او مثلا شغل ميوزك جنبي فاركز في الكلام. اوكي، انا بجد كان بالنسبة لي النوفلز والحاجات دي كنت بشوفها بقى افلام يعني، بدور على الستوري مثلا اشوف لو في منها فيلم، في منها حد بيحكي، ما بحبش اقرأ. بس اكتشفت لا انا مش بحبش اقرأ، انا مش عارفة اقرأ، بتكتشفي نفسك، معيش الوسيلة بالظبط. فده برضو حاجة من ان انا قاعدة، مش قاعدة اون تيك توك يعني، مش موست اوف ذا تايم، لا يعني بتفرج على البودكاست، بسمع حاجة، بشوف حد بيقول حاجة، ده برضو في حد ذاته برضو علم، صح؟ طبعا بتستغلي التليفون يعني. انا كنت بتكلم في حلقة من الحلقات على ادمان الانترنت، ان بجد الناس بتبقى بتصحى من النوم تمسك التليفون بلا هدف، بتقعد تقلب يعني. انا بمسك التليفون بتسحل فيه فترة، بعدت بظبط فيديو مش عارفه ايه، بس ان انا اقعد 3 ساعات ماسكه بسكرول كده على اخبار الناس وخلاص، حاسة ان دي حاجه ملهاش اي لازمه. لا، هو مهم قوي، انت قلتي حاجه مهمه جدا، الموضوع ان حد يصحى من النوم يمسك تليفون، دي كارثه. بصي انا كنت شفت حد بيتكلم في موضوع حاجه اسمها سلو مورنينج، ان انت لو انت شخص عندك السلو مورنينج يعني بتصحي بالراحه، تاخدي وقتك في الشاور، بتتوضي، بتصلي، بتفطري، اللي هو بالراحه خالص، ده السلو مورنينج، هتلاقي ان انت بجد على بقيه اليوم حد برودكتيف جدا، بتعملي شغلك كله بتركيز، مش مسحوله في حاجه، مش متعصبه، اعصابك كويسه. ده التليفون بقى لما بتدخليه في السلو مورنينج روتين بتاعك بيسحب وقت. أوكي، فبتخلصي سكرولينج على طول، يا لهوي الساعه كام، اوبا ده انا اتاخرت، مين تجري، تبتدي بقى ايه، يومك بيبقى جري، صح؟ ده بيأثر عليكي على يومك كله، بالذات لو انت عندك طفل بقى، هو ذنبه ايه ان هو من حقه ان هو يفطر كويس، ياخد مثلا ربع ساعه بيفوق، من حق كل بني ادم انه يفوق. انا عندي مشكله في موضوع بيكلموني الصبح انا لسه بفوق يعني، لسه بصحصح. الموضوع ده رخم قوي بصراحه. فبرضه كان في حد بيتكلم في الموضوع ده، ان الاطفال ما لهمش ذنب ان هم اتولدوا في عصر السرعه، صح؟ فافصلي بقى خالص عن العالم الاخر ده، واقفلي على نفسك بيتك، ما تفتحيش التلفزيون، ما تفتحيش الموبايل، حميه، فطريه بالراحه، عشان هو يروح نفسيته كويسه وصحته النفسيه كويسه، بجد بيفرق جدا. انا برضو بقيت متابعه موضوع سلو مورنينج ده، لا والله لازم حياتي تتغير، فرق معاكي، بتبقى حاجات تافهه جدا، حاجات صغيره يعني، فرق في ايه امسك الموبايل اول ما اصحى ولا ما امسكوش، بس هو بجد فارق يعني، بجد سربرايزنجلي فارق جدا، فارق للاحسن. لكن بقى لو فكرتي، طب انا لو قمت وبدات يومي على طول، هل ان انا ما مسكتش تليفون هياثر؟ بالعكس بقى،
انت هتلاقي ان انت بتضيعي وقتك في الموبايل، ومش كده انت بتسرحي بطريقه. انا ممكن افضل في السرير طبعا كده من كذا سنه، ايوه 3 ساعات ماسكه موبايل بقلب وبتفرج بقى على لا. ولحد دلوقتي على فكره هتلاقيكي يعني انا بيجي لي وقت عادي بتسحل، بس عارفه الوقت اللي هو ببقى اصلا مش وراكي حاجه جدا وتعبانه وخلاص بقى يعني يلا، بس برجع تاني يوم لا انا لازم ابقى برودكتيف، لازم ابقى كذا، لازم أبقى. في حاجات بتاثر كتير قوي في موضوع البرودكتيفيتي. يعني انا ما كنتش اعرف عن البلانرز مثلا، لما ناس كتيره بقوا يتكلموا ان البلانر قد ايه بتفرق، انا برضو كشخص اي دي اتش دي الموضوع ده نفعني جدا. طب انت محتاجه تشرحي لنا بقى اصلا عشان برضو فكره ان السوشيال ميديا بقت مخليه ان في حاجات كتير انت كاسراء عندك احساس ان انت بتبقي مشتته، مش عارفه الانتباه، عندك نقص انتباه شويه. السوشيال ميديا حطت الضوء على حاجات كتير من زي مثلا اضطراب الاكل، حاجات كتير، ناس كتير قوي اتكلمت فيه، ناس كتير قوي. انا ما كنتش اعرف ان في حاجه اسمها كده اصلا، وانا كمان ما كنتش عارف. ف يعني لما كنت بشوف حد مع الفكره ممكن يبقى عدى عليا حد كده وكنت بجادج وكنت بفهمه غلط، هو عنده مشكله. طبعا احنا بقينا يعني الحمد لله. بصي في ناس كده كده بتأفر، يعني انا مثلا انا عارفه ان انا عندي مشكله بس انا مش اوفر، يعني انا عادي بشتغل عليها وبحلها وبتكلم في الموضوع عادي اوبنلي، بس مش دراما. يعني في الاخر وفي الاول في حاجات امراض اخطر من كده بكتير، ومش قصدي اقلل من المرض او ازود من المرض، بس ان انت يبقى عندك وعي وعارفه تتعاملي مع الوضع بس. بالزبط. نقطه صح. بس في ناس يعني بتستغل الحاجات دي بصراحه للامانه يعني. فنرجع تاني لاول نقطه المسؤوليه. بالظبط كده. طب استني بقى قبل ما نرجع لاول نقطه اقول لك انا بعمل ايه. قولي لي. انا حطيت مكونات الكحك على بعض زي ما قلت لك، شرحت لك بالظبط هما ايه، وعلى النار سمنه بلدي شم ريحتها اصلا، شم ريحتها فظيعه، وحط عليها بلح. دي الحشوه بتاعتنا اللي هنحشي بيها الكحك. بتحبي الكحك ساده ولا بالعجوه؟ بصي بحبه ساده، بس حاسه ان انا هحبه بالعجوه يعني الشكل رهيب. لا وريحتها حلوه قوي. طيب احنا ممكن نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، ونكون بقى جبنا طبق تاني نحط فيه حاجه الغريبه عشان نرصهم مع بعض في الصاجه ونحطها في الفرن. فهنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ويعني العجوه ريحتها فظيعه بصراحه، فانا هسيبها بقى على جنب كده. وده البوله اللي حاطين فيها مكونات الكحك، هسيبها ترتاح شويه لحد ما اعمل المكونات الغريبه نبدا نرصهم مع بعض في الصاجه بتاعتنا. طيب انا سمعت حاجه كده، او مش سمعت بصراحه، انا متابعاكي يعني فعارفه كل حاجه، بس انا بحمس الناس اللي بتتفرج علينا. انت عندك براند حلو قوي ليه علاقه بالفروسيه. يس. احكي لنا بقى ايه اللي خلي اشمعنى فروسيه اللي خلي يعني ادخلي فيها اشمعنى؟ هقول لك، انا كنت من فتره صحتي النفسيه مش كويسه خالص، الكلام ده من سنين يعني. أوكي. من سنتين او حاجه، فمع طبعا استشاره دكاتره يعني مش من نفسي، وعشان الحاجه اللي عندي ان انا ما عنديش تركيز وكده، فايه الاكتيفيتي اللي اقدر اعملها اللي تخليني استرخي وتخليني اركز وتزود من لياقتي البدنيه في نفس الوقت. بجد قعدت اسيرش جدا، لقيت انه في حاجه احنا كلنا مسقطينها وهي الفروسيه. أوكي. يعني هي بجد من الرياضات المهمه جدا، زي ما يعني عمر بن الخطاب وصى على الرمايه والسباحه وركوب الخيل. فهي مش من فراغ يعني، هو مش متوصى عليها من فراغ، دي اصلا عروبيتنا وده اصلنا. يعني ان احنا من ايام الجاهليه احنا بنستخدم الخيل في استخدامات متعدده جدا، في حروب بقى، في نقل حاجات، في كل حاجه. والخيل حاجه بجد مقدسه جدا، يعني حتى في سوره في القران اسمها سوره العاديات باسم الخيل. مش عارفه ليه الرياضه مش ناس كتير، يعني ناس كتيره بتركب خيل بس مش ناس كتيره فرسان. الفرق ما بين خيل كده وخلاص، في فرق ما بين خيال وفارس. الخيال ده اللي هو بيركب خيل، الفارس ده اللي عارف قيمه الحصان اللي هو على ظهره. اوكي. اللي بيكتسب من صفات الخيل اللي هي الصبر، الشهامه، مثلا الاخلاق. يعني الحصان صفاته بجد كتيره، بالذات الحصان العربي طبعا. بس انا مش بركب عربي يعني، عشان انا بركب اجنبي عشان انا بلعب قفز. فانا كنت عايزه الثقافه دي تنتشر، لان انا فعلا الرياضه دي اثرت فيا جدا وغيرت من شخصيتي جدا وطورت مني جدا في حته ان انا انت في الرياضه نفسها بتشغلي كذا حاجه، ظهرك،
عينيكي، ايدك، رجلك، كل بصي البوزيشن بتاع القعده بتاعتك كلها محتاج تركيز. أوكي. مركزه مع الحيوان اللي انت يعني على ظهره. مركزه لو انت بتنطي كورس في كل بقى يعني ما بين السد والسد قد ايه، وانا محتاجه ارجع بظهري لورا، ولما تيجي النطه اظبط البوزيشن، محتاجه تركيز قوي. يبقى مالتي تاسكينج يعني. مالتي تاسكينج بالظبط. وده which is leads to حاجه كويسه لحد عنده ADHD. طبعا. فنفعتني جدا جدا. انا عايزه اقول لك، انا الكابتن بتاعي كان يعني بينهار، كان بيقعد يحفظني الكورس. اقول له اول ما اطلع الحصان معلش ممكن تاني ممكن تعيده تاني، بيعيدوا لي 3 مرات مثلا. أوكي. لحد ما حبه في حبه براكتسنج، اي حاجه براكتسنج بتفرق، تاخد وقت. حبه في حبه بقيت بجد، مش هقول لك 100% طبعا، الموضوع صعب جدا، بس احسن. يعني انا بقيت مدركه، لا انا بقيت احسن بكتير من زمان. Okay. بقى تركيزي اقوى، بقيت عارفه كنترول ماي سيلف اكتر. انا مثلا ما بقى مش ثابته، ما عنديش بالانس، عشان انا مش ما عنديش بالانس عشان مش عارفه ابقى ثابته. اوكي. فلا بقيت مثلا زي ما انا قاعده معاكي بحاول اكنترول ماي سيلف، ما اتحركش كتير. مركزه اكتر. لا زمان كان عندي فرط حركه رهيب يعني. فلا هي رياضه مهمه جدا، وبالذات الاطفال بتفرق جدا في شخصيتهم، بتخلي الطفل اولا مسؤول، لان هو لو هو مش مسؤول هو هيقع وهيعور نفسه وهيعور خيل. عنده رحمه، محب، بتشوفي بيتعامل مع الخيل ازاي ويطبطب عليه وياكله. أيوة. ولو عيه يقعد جنبه. صبور، لان انت الحصان بالمود. انا ممكن ابقى امبارح عامله كويس جدا جدا، اجي النهارده الحصان متضايق، او في فرسه هو باصص عليها مثلا فبيعمل حركاته بيجمبز وبتاع، ممكن يوقعني وهو مش قصده. فهي صبر صبر صبر، روح برضه، هي روح يعني. بالظبط. وهي كمان روح صعبه. يعني الخيل عنده شخصيه. أوكي. عشان كده هي من الرياضات بجد الجميله. ودي تقريبا الرياضه الوحيده اللي هي كرياضه بتفيد يعني، واللي مع حيوان، فهي حاجه بالزبط. مميزه جدا. فانا حسيت ان احنا مصر دوله عربيه، الاهرامات يعني جمال وحصنه، طب ليه ما عندناش براند محلي مصري بيعمل لبس الفرسيه؟ ولبس الفرسيه غالي جدا، وهي رياضه غاليه. ويعني مش اي حد برضو يعني، بقى في نوادي كتيره دلوقتي بصراحه اسعارها كويسه، بس هي رياضه غاليه، لبسها غالي، لو حد عايز يجيب حصان غالي عشان يدربه غالي، كل حاجه فلوس كتير قوي. فاتليست انا حسيت انه لو انت بتركب خيل عند الاهرامات في نزله السمان او ايفر، البس لبس فارس، حس باحساس الفارس. عشان يعني زي مثلا ما بتروح الشغل يقولك لازم اليونيفورم، ليه ما ينفعش تروحي بالبيجامه؟ عشان تحس ان انت في مكان مختلف، بتعملي حاجه مختلفه. الاتيتيود بيتغير من لبس. يعني انت، انا لما ابقى لابسه لبس خيل وفرسيه وبوت وهلمت وبتاع، هتلاقيني بتعامل الحصان كفارس. لكن لو راجل بقى ولابسه سويت بانس وبتاع، اصلا الحركه نفسها، الموشن نفسها هتختلف. أيوة. لان البنطلون بيبقى معمول بشكل معين. عايزه اقول لك انا اتبهدلت في الصناعه، لان البنطلون مفيش مصنع بيعمل التفاصيل دي كلها. انت حاجه جديده برضو في مصر. جديده، ومفيش تقريبا يعني لحد علمي مفيش براند، انا ما شفتش بصراحه. انا بقالي سنين وعمري ما جبت من مصر خالص، دايما بجيب من بره مصر، وبدفع كتير جدا. واحنا عندنا هنا في مول يعني معروف بيبيع لبس فرسيه مستورد، بس غالي جدا جدا. فكل الناس بتركب اللي هو لبس الجيم العادي. وعايزه اقول لك دي من الرياضات مثلا اللي بتحرق سعرات حراريه مهوله. مهوله دي حاجه كويسه قوي. فانا مثلا التيشيرتس اللي انا عاملاها تنفع جيم، الماتيريال الديزاين ينفع جيم وينفع فرسيه. ليه؟ لان في ناس بتروح الجيم مش عشان بس تعمل جسم او كده، في ناس بجد بتبقى عايزه تخس، بتبقى اللياقه بدنيه، مش انه تعمل شيب حلو اقصد يعني. فدايما انا بحب قوي كده. ايوه بحب الخيل قوي. فانت هتلاقيكي يعني الناس اللي كده بتروح كارديو كده، فالتوب هينفعهم جدا. وعملته بسعر بجد كويس، عشان انا نفسي يعني الهدف بجد يعني اكيد في نسبه ربح، بس بجد الهدف ان انا نفسي الناس كلها يبقى شكلها لايق على الرياضه، لايق على الحصان اللي واقفين جنبه. انا اصلا متخيله ان انا لو رايح اركب خيل ولابسه اللبس بتاعك، احس ان انا ايوه انا كده عارفه داخله في المود. ايوه في المود. فدي بتبقى على فكره دي حاجه نفسيه. طبعا حاجه يعني نفسية. انت لو بتذاكري وعلى مكتب هتلاقيكي جد جدا وماسكه القلم وبتعملي بالهلق، بس لو على السرير هتلاقيكي بقى نايمه بنام وخلاص. هو بتفرق جدا اللبس. أيوة. والمود يعني. فانا بحس انه حتى لو انت هتركب عادي بتجري، تطلع تجري بيه، مش لازم تنط او تعمل حاجات معينه، او مش واخد دراساج ترويد مثلا، يعني بتركب تركب وخلاص، البس لبس فرسيه، شكلك حلو على الحصان يعني. أيوة. حاجه شيك. هي اصلا رياضه شيك قوي قوي. فانا أوي. كنت عايزه اسبريد الكالتشر دي. انت خليتيني دلوقتي عايزه اسيب بقى الغريبه والكحك واجي بقى البس اللبس واروح اركب. والله العظيم
انت بتتعلمي مني ولا مش بتتعلمي دلوقتي عشان انا بصي صراحه حسيت بصي الغريبه يعني زي ما انت شايفه كده هي اصلا الغريبه اكتر حاجه بتدوب في البق من كتر كميه السمنه والزيت اللي فيها. اوكي ماشي هيلثي موت النهارده جدا جدا. وانا بصي اصلا بتكلم على الجيم والرياضه سمنه وزيت مش عارفه ازاي الاثنين مع بعض. بصي يعني انا على قد ما قدرت يعني بصي بعملهم كده. طب ايه بيبقى حجمها صغير ولا قد دي؟ شايفه الغريبه دي كده عامله ازاي؟ ممكن ما نحط جواها اصلا انا مش عارفه هي لما تخش بقى الفرن او كده بتنفش ولا لا 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 معلوماتي في المطبخ يعني لو عاوزتي حاجه كلميني. مش عارفه لما بتخش بتنفش ولا لا لا. بصي اقول لك حاجه اللي بينفشوا اكتر الكيك والبانكيكس والحاجات دي تبقى فيها بيكنج باودر. اوكي البيكنج باودر هو اللي بيخلي الحاجه تنفش. امال انا الكحك لما عملته نفش معايا ليه؟ حطيتي ايه غلط؟ مش عارفه والله كبر قوي كنت عامله صغير كبر عم بقى كيكه. انا دلوقتي بصي خلاص انا هخلص الصاجه بتاعت الغريبه واشيلها واحطها في الفرن وهبدا بقى في الكحك. ماشي وعملت العجوه دي زي ما قلت لك هحط عليها يعني الجمل ونبدا نكور مع بعض. طيب لقيتي بقى فيدباك ايه من الناس؟ انت بتقولي ان ده اصلا حاجه مش متعارف عليها قوي في مصر. لقيت فيدباك عامل ازاي من الناس لما شافوا البراند بتاعك؟ بصي هي سبحان الله سبحان الله انا اتاخرت جدا في المانيفاكتشرنج في الصناعه والحاجات دي وكنت متضايقه جدا اللي هو ليه يا رب انا حظي كده؟ ليه كل حاجه واقفه؟ ليه الكون ضدي؟ وبعدين لما حصل موضوع المقاطعه مثلا والحاجات دي لقيت الناس بقى بتشجعني قلت لا الحمد لله ده ربنا بيحبني. هي جت معايا صدفه بجد انه بجد لقيت تشجيع رهيب من كل الناس حتى الناس اللي ما اشترتش او الناس اللي مش بتركب عاجباهم جدا الفكره وبيسبورت جدا. فدي يعني توفيق من عند ربنا الحمد لله ما تعرضتش لاي لما الناس تسمع فكره بجد بيعجبوها وبيحبوها لو حد قريبه بلاقي حد ده انا قريبتي صاحبه مش عارفه ده انا هقول لها بقى اوكي شكرا الله يعينك ميرسي فبتعملي دعايه كده ايوه ايوه من غير حاجه فالحمد لله يعني توفقت من ربنا ده ربنا بصراحه الحمد لله طبعا مش شطاره مني يعني لا لا شطاره منك وتوفيق من ربنا طبعا يعني برافو عليكي ان انت فكرتي في حاجه زي كده وان انت زي ما بتقولي ماشي احنا عارفين ان اي حد في الدنيا هيعمل براند هيبقى عايز برضو نسبه ربح ليه اكيد ده طبيعي أكيد بس فكره ان انت عايز تنشري وعي حاجه معينه في عقول الناس وفي عقول الاطفال الاجيال اللي جايه فدي حاجه حلوه قوي. انا عايزه اقول لك هو فرق السعر تريبل اوكي وانا ناس كثيره جدا قوي ما تعملش كده وفي ناس بقى بيبقى عندها وجهه نظر ايه الحاجه لو غاليه قوي الغالي تبع ثمنه فيه واو تحفه ينبهر ولو حاجه سعرها كويس لا اكيد 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 مش حلوه. عندنا الثقافه دي في مصر رهيبه مش عارفه ده كله ده يعني حتى انا يعني من فتره قريبه والله كنت بشك اللي هو اكيد دي مش سعرها كده يعني فاهمه الا لو انا ماسكه في ايدي بالذات عشان انا اونلاين فلسه مش ما عنديش ستور او حاجه بالذات لو ماسكه حاجه في ايدي بقول يا دي بكذا طب خلاص حلو لكن لو حاجه اونلاين بشك ان هي لما هتجي لي تبقى كواليتي وحشه مش هي الصوره اللي حاطينها جايبينها من على النت مثلا فاهمه اوكي ايوه فدي الحاجه اللي واجهتني قوي بصراحه موضوع ان كذا حد يقول لي لا غالي شويه بصي لان هم بيكومبير في الحاجات حتى الموجوده في مصر غاليه جدا انا قلت لا برافو عليك شاطره ابدا شاطره والله برافو عليك والله بجد يعني متكحوله قوي بس تمام يعني تمام لحد دلوقتي اسراء بكره غليت لما سمعت نفسي قلت ايه الهبل ايه اللي انا بعمله ده ايه اللي انا بعمله ده. طب بصي بقى يا ستي انا دلوقتي هدخل صاجه الغريبه في الفرن. اوكي احكي لي بقى انت جهازات العيد بالنسبه لك. بصي انا على زمان قوي يعني انا لازم اجيب بيجامه العيد ايوه بجد بجد مهما كبرت ومهما عندي عادي بيجامات بجيبها كده في نص السنه يعني من غير اوكي لازم بيجامه العيد برفيوم العيد بادي لوشن العيد عارفه لو حمايه العيد ايوه ايوه انا بحب قوي قوي الحاجات دي مهما كبرت دي طقوس ايوه ولازم طبعا. نسهر ونطبق لحد الصلاه وقبل الصلاه ب 10 دقائق طب هنام 10 دقائق بس وهصحى الصلاه لان خلاص بفهمه في اخر تكبيره ايوه ازاي تجري بالازدال يعني كل عيد كده فلا يعني دي الطقوس القديمه اللي هي بتاعت اي بيت مصري يعني ما بعملش حاجه زياده الصراحه يعني نقعد بقى مع بعض ولازم ناكل كشري وحمص شام اوكي وترمس وكده ده لازم الحاجات اللي اتحرمنا منها طول رمضان اي حاجه اتحرمنا فعلا في ناس بقى بتاكل فسيخ وحاجات كده احنا ناس بتطلب اكل من بره احنا ما بنحبش الفسيخ بصراحه كالعيله كلها انا عارفه الناس كتيره بتحبه بس احنا مش انا بحبه قوي انا عارف هو ناس كتير بتقول ان طعمه حلو بس انا ما احبش ريحته فلو حاجه ريحتها مش حلوه ما اعرفش اكلها أوكي. ممكن يبقى طعمه حلو بس مش عارفه ادوقه ايوه 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 فاحنا بالنسبه لنا الكشري
كشري وترمس وحمص شام، وانا اختي بتعمل حمص شام. اوكي بتعمله حلو رهيب. احنا بقى بنستنى يعني بنستنى العيد عشان حمص شام دينا. بصي انا عايزه اقول لك ان الاجواء الرمضان مش رمضان بقى، الاجواء اللي بتاعت العيد ايا كان الاثنين يعني ايا كان ده وده، رمضان الزينه بتاعت رمضان ان احنا نعمل مع بعض كل حاجه ونحضر مع بعض الفطار. في العيد نفس الكلام زي ما انت بتقولي، نقعد كده نعمل مع بعض كحك حاجه حلوه، نقعد ناكل مع لو بعض. لو في فيلم في السينما لازم نخش ونخش ميد نايت. عشان احنا روشين جدا. خلاص احنا بقى خلاص كبرنا. كبرنا بنخش ميد نايت دلوقتي. بنخش مع اهالينا فاهمه؟ يعني ما كبرناش قوي بس مالهاش علاقه. فانا بحب بصراحه الاجواء دي قوي ونفسي انا بس الاول هحشي شويه كام واحده كده بالبلح. اوكي. نفسي قوي ان ولادنا يطلعوا عندهم العادات والتقاليد دي. يعني احنا انا ونور وكريم زي ما انت قلتي بالظبط بنحب بقى البيجامات الجديده والبيفيوم وما اعرفش ايه، ونقعد بقى نتفرج مع بعض على فيلم. مش عايز الاجيال الجديده تطلع مش حاسه بالاجواء دي، فاهمه؟ زي مثلا فكره الساحل والسفر والكلام ده. ايوه. احنا عشنا مصيف اسكندريه، مصيف اللي هو نطلع مع بعض مش طالعين ايه. ايوه والرود تريب نبقى 50 واحد في العربيه اصلا قاعدين على رجل بعض ومش حاطين بقى ميك اب ومش لابسين، احنا طالعين ميك اب ايه على البحر. كنا بنقشر مناخيرنا بنقشر ماما بقى تحزين ناشا على وشي. فالاجواء دي والحاجات دي بصراحه ببقى متضايقه قوي ان الاجيال الجديده مش حاسه بيها. ايوه طبعا. يعني الاجيال الجديده ما اعتقدش ان في حد فيهم متقرص من جيلي فيش مثلا في اسكندريه. يعني ده العربيه كانت بتبقى واقفه على الشط، انا مش عارفه انت عشتي الاجواء دي، بتبقى واقفه على الشط عشان ينقذوا الناس. اوكي. اللي اتلسعوا. لا وانا ما اتلسعتش قبل كده. يعني احنا اسكندريه اصل كان عندنا بيت في اسكندريه، فاسكندريه دي كانت بالنسبه لي 3 شهور انا في اسكندريه، ما كانش في ساحل، كان في اسكندريه، كان في حاجه بقى التوب اللي هي بتاعت اولاد الناس جدا اللي هي مرايا. طبعا. يعني كان قبل مارينا، بعد كده مارينا، يعني بصي التطور. ايوه لحد دلوقتي في مارينا. فيعني لا كل الحاجات دي، حتى مارينا والله كانت طيبه يعني. وقت ما مارينا كانت مارينا يعني والدخول فيها صعب وبتاع، بس كانت طيبه والله، كانت طيبه جدا. كنا بنقعد ناكل مشويات وبانيه ومكرونه قمه الصياعه يعني. انا كده خربت الدنيا يعني كده، انا روشه قوي يعني، انا ان جدا دلوقتي. لا الموضوع صعب قوي صراحه. ما بقتش يعني انا بالعكس بقى اشوف السيزون بتاع الساحل امتى ما تروحيوش. ما اروحش. اروح بقى دي، اروح قبليه. صعب قوي لانه الناس ما بقتش تتبسط على قد ما هم عايزين منظره. بالظبط. انا بشو اوف لبسي، مايوهي، شعري، اي حاجه بقى اللي معاه حاجه بيشو بيها يعني. صح. ايا كان بقى مقدرته الماليه ايه. فالموضوع بقى بيردن بقى. انت كنت بتروح. ايوه بيردن جدا. انت كنت بتروحي تسترخي، تفضي دماغك، تنزلي البحر، تفصلي. دلوقتي البس بقى المايوه ده ولا المايوه ده؟ اصل انا لبست المايوه ده امبارح فمش هينفع اعيده واتصور بقى بيه. احنا كنا بنقعد السنه كلها. سنه ايه ده؟ انا طفولتي كلها بمايوه واحد. هو مايوه واحد يعني. الموضوع هو شورت ومايوه. والله فعلا. وخلاص. وبنلعب فولي وصيدين السمك. ايوه. وحاجه وكوتشينه وبانيه وبطاطس قلت لك بانيه وبطاطس. اخدت بالي بس عادي. بانيه وبطاطس على البحر وخلاص يعني وخلصنا. لا بس احنا دورنا بقى بجد، احنا يعني ان انت مثلا انت خاله. انت خاله لكام لا طفل؟ احنا دلوقتي 4. الليله الجديده احنا خاله الاربع اطفال بس. لا بس هم واخدين مننا يعني الحمد لله، لان احنا لسه لحد دلوقتي بتعملوا كده. بنعمل كده. يعني احنا مش من النوع اللي مثلا بنقعد على البحر بقى، ممكن نطلب اكل عادي بس مش ده المين. لا احنا بنبقى واخدين عندي لانش بوكسز. ايوه عادي. بكل ثقه، كل ثقه ثقه وشموخ عادي جنبينا بقى. ايوه. واحنا باللانش بوكس بنفتح على فكره هي مش فكره حاجه يعني. خالص غير ان هي يعني مثلا الناس تقول لك ايه ده، لا بيئه قوي ان احنا لا انا بشوف بقى ايه البيئه. البيئه ده شخص ما بيحافظش على مظهره الاجتماعي ونظافه نفس نظافته الشخصيه والنظافه اللي حواليه. يعني انا بيئه ده امتى؟ لما انا باكل حاجه وارميها في الارض. بالظبط. ايا كانت بقى الحاجه دي ايه، سوشي ولا باني زي ما احنا ملهاش علاقه، جبنه رومي بقى. ملهاش علاقه بجد. فهي بس مفاهيم ضاربه عند الناس. انا عشان كده احنا تمام يعني. ايوه دي احسن حاجه ان احنا نفضل على وضعنا. انا هحط الصاجه الثانيه. ايه رايك كحك بقى؟ بصي انا حاسها تحفه. بصي يعني في واحده اصلا عيني عليها اللي في النص دي. دي عشان مليانه. عشان مليانه. هحطها في الفرن بقى تحت كده. بياخدوا بقى وقتهم خالص. بياخدوا قد ايه بقى؟ مش كتير.
يعني انت اول ما بتلاقي خلاص الطروف بدات تتحمر كده بتقومي فاتحه الجريل وتاخد لونه خلاص. انا بجد المطبخ سهل. انا ما عملتش كده خالص بجد لما مع اني كنت والله مذاكره بس كل حاجه ضربت معايا. ما اعرفش يمكن لازم احضر حاجه كده 1 تو 1 عشان تفرق والله. يعني حسب ما ممكن اقعد مع ماما بقى اضطر خليها تيجي على نفسها اقعد مع ماما. ايوه والله بجد قعده المطبخ عايزه اقول لك ان انا اتعلمت نص الاكلات اللي بعملها في حياتي من قعدتي مع ماما. اوكي. وهي قاعده انا عندي فضول اعرف هي بتعمل ايه فبسالها. أيوة. تبدا بقى تقول لي وتشرح لي فخلاص دخلت وانا متجوزه الحمد لله يعني دي حاجه انقذتني. ايوه داخله مذاكره داخله جاهزه. بالظبط. ايه ده غش ده؟ صح غش. لا بس انا دايما بقول انك انت ان شاء الله تبقي عروسه مستقبليه فانا بنصحك يعني انك لو ما بتعرفيش تطبخي نو بريشر ما تخليش حد ايه ده انت ازاي كده داخله بيتك من غير ما تعرفي تطبخي. اي ممكن يبقى عندي حاجات ثانيه بعرف اعملها. بالظبط. اداره البيت دي اصلا حاجه صعبه جدا. حاجه صعبه جدا جدا ان انت تنسقي المدرسه دروس النادي التمارين مثلا جوزك هيرجع امتى الحاجات دي تايم مانجمنت رهيب. يعني ناس تاخد له كورسز تلاقي الست المصريه ما شاء الله عندها مثلا 5 عيال ولا 4 عيال و واللي في مدرسه واللي في جامعه واللي في وده راجع الساعه كام وتبقى عارفه المواعيد وكل صعب قوي. لا الموضوع صعب مش لازم بقى تبقى بتطبخ يعني ممكن توقع حاجه عادي. الطبيخ ده عامه من سلوكيات الانسان عشان يعيش يعني كده. انا بطبخ عشان اكل عشان اعيش اسرفايف ايا كان الانسان ده ايه بقى يعني انثى ام ذكر. الناس مقتصره ان الست هي الست مسؤوله مطبخ which is not true. لا طبعا الست بتعرف تطبخ وبتعرف تشتغل وبتعرف تربي اطفال ده البني ادم الطبيعي او الراجل. الراجل يبقى بيعرف يطبخ وياخد باله من عياله ويشتغل هو اسراء. احنا هنعمل مشاكل على فكره. احنا هنعمل مشاكل انا حاسه كده. غير التوبيك تمام. هو المفروض يعني البني ادم يبقى بجد عنده كل حاجه. يعني انا مثلا انا ناقصني طبخ. لا حسيتي وانا قاعده معاكي وانت عارفه ده ايه وبتاع وبتشاوري انا مش عارفه انت بتشاوري على حاجات انا مش عارفاها اصلا فاهمه. حاسه لا انا كده لا ده نوع من الجهل. لا عادي. مش نوع من الجهل عادي. عادي اصل دي حاجه مهمه ان الواحد ياكل نفسه ده دي حاجه مهمه. مش شرط اعمل حاجات فظيعه يعني مش شرط اطبخ البيزكس العادي يعني. بالظبط. فلا اتعلمت منك النهارده والله هروح هشتغل على نفسي. طب الحمد لله كلاسز كوكينج. طب هتعملي ايه اول يوم العيد بقى؟ احكي زي ما قلت لك هو هشوف بقى في فيلم في السينما كده كده انا يعني على مثلا على اخر كام ساعه كده اوردرز كده اونلاين كده كده بتوصل في يومها او تاني يوم او كده فمش فارقه بسيبها لاست تايم لاست مينيت. اوكي. ومعرفش بقى بحب اتفرج لو في مسلسلات مثلا ما خلصتهاش بقعد بقى اسهر عليها خلصها. ممكن بصراحه ببقى عايزه برضو اقرب من ربنا شويه عشان ما بقاش بحس بالذنب قوي ان انا طول رمضان طبعا طاقه وايمان العيد بقى كله بقى بيهيص. فلا يعني ممكن اقرا قران مثلا شويه اتفرج على حاجه في دلوقتي برامج دينيه حلوه قوي اتفرج على حاجات كتيره بصراحه بتفرق قوي. طبعا. هتلاقيني بعمل كده يعني بس انا بيتوتيه يعني مش مش من النوع اللي هروح اقعد مع صحابي وكده. اللي عايزني بيجي لي. ايوه. صحابي هم اللي بيجوا لي. حد بيشاركني والله. ايوه برافو عليكي. اجواء العيد بالذات ورمضان والحاجات دي مع العيله بتبقى مختلفه تماما. تحسي فيها بدفء وتبقي مطمنه وتبقي هاديه ومفيش عشان انت اهلك في الاخر في الاول بيحبوكي قوي مش عايزين منك حاجه. فلما انت بتبقي في مكان بره كله بيبقى باصص على كله كله بيقارن نفسه بكله. انت لما بتبقي في البيت مع اهلك وبتاع انت قاعده براحتك بتتكلمي بتقولي انت عايزاه محدش هيجادج. اهلك عارفينك. أيوه. مربينك. ف بحب قعدة الاهل دي قوي الصراحه والله. يعني ربنا يكملك بعقلك يا بنتي. الله يخليكي. فنبقى دايما كده حته الاهل دي تبقى حاجه اساسيه عشان الاجيال اللي طالعه دي ما فيش الكلام ده خالص. صحابي عشان بس الحياه سريعه شويه. فانا شخصيا مؤخرا ما بقتش الاقي وقت قوي. الواحد لازم يبقى صريحه برضه بصراحه. بقتش مش بلاقي وقت قوي ان انا اقعد مع اهلي كفايه. طبيعي. بس انا عارفه ان انا مقصره. في فرق ان انت عارفه ان انت مقصره فهيجي وقت وتحاولي وفي فرق ان هو ده النورمال. أيه. لا هو مش نورمال. لا طبعا صح عندك حق. هنرش رشه. ايوه. ايه رايك؟ انا عايزه اقول لك بالنسبه لي بقى كحك البيتي حاجه تانية خالص. انت جربتي كحك البيتي قبل كده ولا لا؟ مامتي زمان كانت بتعمل جميع انواع الحلويات بس انا مش فاكره بصراحه. بس لا اخر سنين في حياتي طبعا لا من بره بصراحه يعني. طب يعني جربوه المره دي. لا انا خلاص انا خدت الريسيبي وشفتها عملي. انا لو ما عملتهاش يبقى فيها مشكله.
هاجي اتخانق بجد يا اسراء، انا مبسوطه قوي انك كنت معايا النهارده. وانا كمان قوي، الحلقه خلصت بسرعه قوي. وانا كمان فعلا حاسه ان عارفه ان قاعدين بنرغي مع بعض في المطبخ بجد. انا خدت راحتي كده. ايوه وانا كمان والله. ان شاء الله يبقى عيد سعيد عليكي كده وتقضيه مع اهلك وتبقوا مبسوطين. انتوا كمان. ويا رب تكون وصفات النهارده عجبتكم، الغريبه والكحك طبعا هما في الفرن، بس تاكدوا وثقوا ان انا عاملاه حلو قوي. واستنيه بقى بكره في حلقه ثانيه في تجهيزات العيد والكلام ده، نرغي مع بعض شويه كمان. واشوفكم بكره ان شاء الله، ما تروحوش بقى في مكان، واستنوني هاجيلكم بكره.